وقال مدبولي إنه فيما يتعلق بقطاع مثل الغزل والنسيج فقد قررت الدولة التدخل وبقوة لسداد مديونيات وتطوير شركات الغزل والنسيج بقيمة 51 مليار جنيه. وعشان بس نحط الرقم، أنا بقولها لحضراتكم، 30 مليار جنيه في شركة واحدة. هل القطاع الخاص يقدر إن هو يحط 30 مليار؟ أنا بقول لحضراتكم لا. فبالتالي هنا ده دور الدولة تدخل وتطور. ده غير احنا المفروض هنسوي مديونيات بكام؟ ب 21 مليار تانيين. جمع 51 مليار جنيه. عشان مشكلة احنا كحكومة انا اقولها احنا مش مسؤولين عنها. لكن احنا مسؤولين ان احنا نحط رؤية اصلاح وان يتعمل تغيير. انا بقول هنا لان كان ممكن نختار الحل الاسهل. الحل الاسهل ممكن يقول لك ايه؟ سيب ده كله كده بمشاكله وروح اعمل حاجة جديدة برا. لكن طبعا الكلام ده ما ينفعش، لان احنا بنتكلم على مدينة المحلة الكبرى، اهاليها الطيبين اللي طول عمرهم شغالين في هذه الصناعة، وبالتالي كان لازم ناخد الحل الاصعب، انك تطور القائم بمشاكله وتحدياته.